أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام بالخير والمحبة، وها نطل عليكم بحلقة جديدة من خلال شاشة وطن وبرنامج وطن سبورت. هاي الحلقة تختلف دائما ما نكون معاكم بأحداث متابعات أمور كثيرة، ليس غايتنا تسقيط سين على حساب صاد، وهاي دائما احنا نقولها حق الرد مكفول لأي شخص يذكر اسمه بالبرنامج. اليوم عندنا متابعات كثيرة، بداية هاي المتابعات تعقب على موضوع بسيط. يوم أمس كان السنة الأولى لوفاة النجم الراحل الكابتن ناظم شاكر. الغريب بالأمر كثير من أصدقاء الكابتن ناظم شاكر ما شاهدناهم متواجدين، جمهور الجوية دائما نشاهدهم لهم مواقف. يوم أمس البعض منهم كان موجود، الأغلبية ما شاهدناه متواجد. هذا ناظم شاكر، ربما الإنسان يعني ذهب بس الذكرى تبقى، الموقف يبقى مع ولده مع عائلته. كنا نتمنى أكثر عدد من نجومنا يتواجدون، شكرا لكل الشخصيات اللي تواجدت. لكن الزميل سجاد ومير عدلنا هذا التقرير، نروح نتابع ومن بعده نرجع. يقول بعد وكيت يم انت وانا مشتاق، بعد وكيت مو هذا وقت الفراق. حياكم مشاهدينا الكرام، الرحمة والمغفرة للكابتن ناظم شاكر، وشكر موصول لكل الشخصيات اللي تواجدت في رحيله بأول سنة للكابتن ناظم شاكر. بصراحة حلقة اليوم حلقة مختلفة، حلقة ربما راح تكون لأكثر من محور، دائما انه نضع المهنية امامنا. مباشرة اروح ارحب بضيوفي المتواجدين
وياي داخل الاستوديو معايا مدرب كره اليد للمنتخب الوطني الكابتن حمودي ناصر. حياك الله كابتن حمودي وشرفتني في اولى اطلالاتك مع برنامج وطن سبورت. تحياتي لك. ايضا لاعب المنتخب الوطني السابق ونادي النفط رعد فنار. حياك الله رعودي وشرفتني بتواجدك. ان شاء الله تكون حلقه مميزه ان شاء الله. تحياتي لك. البدايه من رعد، انت اليوم ابن النفط، اكلت من هذا النادي، عشت مع هذا النادي، ربما اداره هذا النادي اداره متميزه. اليوم وصلت مرحله ربما انت كلاعب تطالب بامور استغناء، تطالب انه تروح بغير نادي تتوفق. الجمهور يريد يعرف شنو اليوم اللي بين رعد فنر واداره نادي النفط. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ارحب بالكابتن، اتمنى كل التوفيق ان شاء الله. شكرا على الدعوه استاذ الحبيب. والله مثل ما تعرف انا صار لي 6 سنوات ويا نادي النفط. ابنهم يعني؟ يعني طبعا انا نادي النفط ما شفت من عدم الا الخير. يعني هاي السنوات اللي طويله تعرف احنا مرينا بفتره، يعني بالذات محافظاتنا كلها وقت يعني تعيس جدا. فمن جيت لعبت لهم واني سعيد اصلا الاوقات اللي قضيتها وياهم، بس بالفتره الاخيره يعني عانيت ما عانيت، يعني بالذات يعني هاي الفتره بعد ما اجيت عليهم 3 مرات مرتين، واحسهم يعني دائما من يتكلمون وياي يعني كلام مو هذا الرعد الاول اللي كان يلعب لهم ويخدم لهم هاي السنين الطويله. يعني قعدت ويا كابتن محمد جاسم وسيد حسين يقولون كابتن مشتاق يقول حقه ما يروح. جيتهم جلسه ثانيه ايضا كابتن مشتاق قال لي انت روح وتعالج وتمرن وبعدين تعال لنا. يعني انت انصابيت؟ انا انصابيت مصابه بسيطه يعني الحمد لله، شلون انا جاي اتاهل وجاي اتمرن وهذا رزقي ورزق عائلتي. تمام. يعني انا اليوم اشوف لاعبين الدوري كلهم جاي يوقعون جاي يعدون، يعني تحس بداخلي يعني انا هذا رزقي وهذا رزق عائلتي. ما حلوه يعني بين محافظتي واهلي وناسي انه رعد قاعد جالس بالبيت او جاي اتمرن على شكل فردي. ربما يريدك نادي النفط؟ لا انا مستحيل بعد يعني استمر ويا نادي النفط، لان من البدايه حسيت انه انتهت القيمه مالتي وياهم، مستحيل ارجع. شلون حسيت انتهت القيمه؟ يعني كل اللاعبين دزوا عليهم وقعوهم، كل اللاعبين الله يوفقهم ان شاء الله واتمنى لهم كل التوفيق من اداره او كادر او لاعبين. انا ما عندي كل اشكال وياهم، الكل امام الموضوع، انا اطلب مستحقات اريدها، لان تعرف استاذ نبيل انا رجال ما مكمل دراسه. تمام. ولا لا هذا حقك بغض النظر دراسة أو غير دراسة، أنت لك حق من نادي النفط. طبعا مجلست وياهم، مجلست ويا كابتن مشتاق، مجلست ويا أبو شوقي، يعني هذا يعتبر الأب لكم. يعني ما قعدت وياه قلت له كابتن أنا هذا وهذا وضعي وأريد أطلع باستغناء، أنا 6 سنين قدمت لكم وأنتم هم ما صار هذا الكلام، لو شفت جفاء من هذا النادي بالأخير. أستاذ نبيل، أستاذ أبو شوقي من الصعوبة اتصلت. من الصعوبة. من الصعوبة الواجهة هو أبو حمودي كابتن مشتاق. تمام. مشتاق يعني أنا جاي أحكي وياه أقول له أنا كافي، لأن بعد ما أقدر أستمر وياكم، يعني صار عندي ملل من هذا الموضوع، أريد أغير، أريد أشوف يعني باب رزق ثاني، تحدي جديد. يعني يقول لي أنت روح للبيت اتمرن وعيد، وإذا جاك فريق تعال تفاوض. يعني هذا مو منطق، أنا كابتن الفريق. تتفاوض على شنو؟ تفاوض يعني اما تتنازل على مستحقاتك. يعني قبل 4 ايام والله العظيم انا بدهوك جاي اتمرن، رحت يعني ابقى 15 يوم هناك بدهوك، والله العظيم يوم ورجعت يوم ثاني رجعت، لان يقولوا لي نعطيك نقدر نطلع لك راتب 4 ملايين وانا اطلب مبلغ عالي. يعني هذه قيمه رعد فنر اللي لعب 6 سنوات. من ينطيك 4 ملايين؟ اتصل علي سيد حسين اي اداري بنادي النفط، يقول زين ليش ما يتصل هو ابو الآنة مع لا ما يتصل ما يتصل ما يتصل يعني ليش ما يصير؟ انا اصلا ضجت من هذا الموضوع واطلع، يعني باي طريقه اللي تطلع، لان يا موضوع اللي ضجت منه، ضجت من عنده مشرف فريق، من ما يتصل على لاعب ويقول له ايش صار بيك ايش محتاج. والله اجي عليهم مرتين اقول لهم بس انطوني فلوس اروح اهل اروح اتدرب حتى ارجع من وقت حتى اخدم نفسي واخدم عائلتي، القاها الباب كلها مسدوده قدامي. على تمام. ايش؟ على شنو السبب؟ يقال انه رعد فنر هو انصاب مو بالنادي. حتى لو ما انصابت بالنادي هذا الشيء يخصني انا داخلي. انا اليوم انت لاعب للنادي رعد. انا لاعب النادي. انت اليوم موقع مع نادي. استاذ نبيل انا اليوم عندي عمل بالبيت والله العظيم. تمام. ويقولون يعني يقول انه رعد
تعاور فرق شعبيه، انا وقعت من فوق البرميل، هاي حقيقه يعني. انا لا وقعت من فوق البرميل، وقعت من فوق البرميل، انا لا جاي ابالغ ولا جاي اقول، انا الحمد لله والشكر انا اليوم اذا ما العب بالنفط العب باي نادي، لان عندي ثقه بروحي تمام. والحمد لله والشكر الناس كلها تعرفني، لا تمام. يوم من الايام سويت مشكله ولا يوم من الايام تعديت بالدوري، وكل الشروط اللي انطوني هالنفط انا وافق عليها تمام. وحتى اتنازل من عقدي اذا ظروفهم مو زينه، والله العظيم انا العام اتنازل من عقدي، والله العظيم وانا جايب نيه تنازلت من عقدي 50 مليون، وانا اعرف بعض اللاعبين ما تنازلوا. بس ليش تنازلت؟ تنازلت طلعوا لي الظرف مالهم ووضعهم وما ادري شنو، وانا حاس ما يريد ينطوني عقدي. فحتى هاي السنه انا سمعت انه يريد ينطوني راتب، فاني ما مسموح انه ينطيني راتب. على اساس ينطيني راتب؟ ما من حقه ينطيني راتب، انا لي قيمتي والاحترامي، اذا ما يحترمني انا ما احترمه. وهسه وبعد انا ينطيني حقي حال اي لاعب بالفريق. اكو لاعبين غيرك انطاهم حقهم؟ والله يا استاذ نبيل كل اللاعبين نطلعهم انا وياهم اتصال، تربطنا وياهم علاقه طويله، سنوات طويله يعني 5 سنوات ولا 4 سنوات ولا 3 سنوات. والله العظيم اعرف واحد من اللاعبين وانا اقول لك عليهم اسمائهم كل مره البرنامج ان شاء الله، والله راح لي بسيارته للبيت. منو راح؟ كاتل مشتاق، قال له انت عزيز علينا واحنا نحبك. ليش؟ شنو الفرق بينه وبينك؟ كنت اثنينكم ولد النادي ربما، واني اقدم من اغلبيه هذول اللاعبين اللي راح عليهم. قال استغناء مالك موجود، وهذا الكتاب مال يضمن انت فلوسك موجوده، انا الوحيد ما انطوني كتاب. ليش تهججني هيك؟ ليش تحسسني انه اني إن بعيد عن اجواء اللاعبين؟ اكون صريح وياك، ربما اكو تقرير عليك انت بالمباراه الاخيره متخاذل مع النفط. شلون متخاذل؟ انا بحياتي ما تخاذلت ويا النفط، انا اضرب اوبر يضربوني اوبر، والله برجلي والعب ومصاب ومتاذي وادوس على الالم والعب، يعني هذا تخاذل ما يلوق لي اني. مو انا اللي اتخاذل. اكو تقرير انه كاتبه المدرب انه رعد فنر المباراه الاخيره اللي قمتوها بالدوري، هذا يعني من على لسان مشرف فريقكم الكابتن مشتاق. والله هو بعد ظل يتمه الانسان ظل فعلا هذا الشيء؟ انا ما حاسب هذا الشيء نهائيا، انا من العب اليوم تا زين الغايه من التخاذل ربما شنو؟ تخاذل والله هو يفسرها بنفسه، انا ما اتخاذل علشان فريقي ورزقي ورزق عائلتي، اتخاذل اليوم علشان لاعب ولا مهاجم اقول له تعال قول، شنو هالمنطق هذا اللي ما له طعم؟ هذا الكلام اصلا عيب يتطرق به هيك. انا حتى اكون صادق وياك اليوم كابتن مشتاق ماكو، احد من الاداره ماكو، ربما انا اكون مدافع حتى اكون محامي امام الجمهور حتى لا يقولوا ربما انه نبيل طبعا حتى لا يقولوا نبيل مع رعد فنر. لا بالعكس، فأنا من أتحدث وياك هذا ما سمعته، وللأمانة راد يكون اتصال قبل قليل، راد تكون اتصال الأستاذ جمعة الثامر، أنا طلبت بالتحديد مشتاق مع جل احترامي لأخويا الكبير جمعة الثامر والأخويا سيد حسين، لكن اليوم من يطلع إعلامي يوضح ربما القرار مو بيده، القرار هو بيد الكابتن مشتاق، من يحب يتصل الكابتن مشتاق ويوضح إلى مطلق الحرية، يحب يتواجد بحلقة ويوضح وحق الرد مكفول إليه ولأي شخص ينذكر اسمه، أوكي ما عندي إشكال، بس كنادي ولاعب ربما هو ما وقع ويا سيد حسين ولا وقع مع الكابتن الأستاذ الإعلامي الكبير المحترم جمعة الثامر، هو وقع مع مشتاق ونادي النفط، فمن باب الاحترام كلاعب انت يا مشتاق تخابر وتوضح له، وانا اتصلت بيك وردت اقرب وجهات النظر وما قدرت، وبنفس الوقت انا اشوف نادي النفط دائما محترم ويا اللاعبين، وتحسب لكم ما قدمتوه مع مصطفى سعدون، لكن اكو لاعبين ما اعرف شنو السر، مثل محمد داوود من طلع مشكله، مازن فياض من طلع مشكله، اليوم رعد فنر، ليش هذا الدي يصير رعد؟ يعني ليش؟ يعني محمد داوود نفس المشكله، مازن فياض نفس المشكله، واليوم انت الخلل وين؟ والله استاذ نبيل انا قريب على بحمودي حيل، بحمودي عنده نوع شلون تقول ما يدير بال اللاعب، ما يدير باللاعب اللي جاي يعاني، جاي يشكي، جاي يشوف وضعه. يعني انا 6 سنين هو معاكم، 6 سنين وست سنين انا اقعد وياه اتفق. انا اليوم لا اداره لا استاذ ابو شوقي ولا الباقي الاداره يتصلون علي، لاني بعيد عنهم، اقرب واحد عليهم على كابتن مشتاق. فمن تفاجئت من ابو حمودي تحسها مع احترامي لك ربما تصغير من غير مشتاق يتصل بيك؟ والله دقت علي 3 مرات استاذ نبيل ما يفتح لي خط. يعني قبل ما يسافرون معسكر الاربيل 3 مرات زين ما يفتح. اخذت اجراءات قانونيه؟ طبعا اليوم الحمد لله والشكر رحت الاتحاد وطرحت الموضوعي تمام، حكيت كل اللي ما اني قاص بيه،
قدمت شكوى يعني هذا حق والحق ما ينزع من عنده. أنا اليوم ما ناسي فضل النفط، النفط هو سوى رعد وخلى رعد العام منتخب أولمبي بالنفط أفضل مدافع بالدوري، هذا ما ينسي. بس اليوم واحد من ينزل قيمتك لا أواجه أقول له ليمك وبس. تمام. لتأكيد كلامك ربما نروح نتابع تصريح للزميل المحامي القانوني أسامة عدنان ومن بعده نرجع. بالتالي اكتشفت انه موضوع انه كابتن رعد فنار يطلبهم مبلغ 70 مليون نادي النفط وما ينطون بطاقه الاستغناء الا اذا ما يعني يتنازل عن ال 70 مليون اي مخالصه. وبالتالي هناك فقرات في لجنه اوضاع اللاعب المدربين انه اللاعب اذا ما استلم الدفعات مالته مو فقط الرواتب يحق له تقديم شكوى في لجنه شؤون اللاعب المدربين وبالاضافه الى استحصال اموال وايضا يعني فسخ العقد من طرف واحد اي هو من طرف الكابتن رعد فنار. وحدثت مفاوضات مع اداره النفط بين اللاعب والنادي والاداره ولكن يعني لم تفي بالغرض وقالوا له بالحرف الواحد روح اشتكي ويعني وش تريد تسوي سوي. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام، هذا ما تحدث به الزميل المحامي أسامة. ربما تتوقع، حتى انتقل الحمودي، تتوقع راح يصير بعد مثل بعد هذا اللقاء راح يصير جلسة لو ربما يحسون هم اليوم الظهور بالإعلام هو تهديد، اليوم اللاعب من يطلع ويشتكي للإعلام يحس البعض تهديد؟ والله يسعد نبيل، أنا ما عندي تهديد أهدد ولا أقصد كلام لحد. أنا ابن عشيرة كبيرة، أنا عمي سلام رئيس نادي الطلبة وإحنا ولد الشيوخ، واليوم من أنت تجيني للبيت وتطرح لي موضوعك أشيلك بأي شيء مهم أرضيك. أنا جيت مرتين وهي مرة ثالثة، فأني عمامي وأخوتي قرروا أن يجون على وزير النفط وعلى رئيس النادي بالشركة نحل هذا الموضوع ويا النفط. أنا ما أقعد وياهم ولا أصلهم نهائيا، لأن من ما مرتين جيتهم ما قيموني وما احترموني بعد خلاص والله أنا هذا القرار النهائي عندي. فأتمنى هذا من اللجنة التطبيعية والسيد المحامي إن شاء الله يمشي بقضيتي وأن الإخوان بالاتحاد أن يراقبون شغلتي حتى تنتهي على خير إن شاء الله. لأن بعد 7 أيام يبدأ الدوري وأنا ما مجدد رزق، لأن هذا باب رزقي ورزق عائلتي. تمام. لأن بها من يتحمل مسؤولية أنا باكر أقعد 4 أشهر 5 أشهر. تمام. أنا أبقى وياك وأرجع لك، لكن أروح أعقب عن موضوع بسيط لأنتقل للكابتن حمودي ناصر. اليوم نزل بيان من اللجنة التطبيعية، بس احنا دائما كل ما نقول ما ننتقد ما نتحدث بس ننجبر نتحدث. يعني اليوم من نزل البيان انتخابات اتحاد الكرة ربما الإعلام يغطي فقط أول 10 دقائق ومن تخلص. حتى الانتخابات الدولية من صارت كان أكو بث مباشر، هاي من باب. من باب ثانية أخبار تقول أنه أسماء الفائزين ربما ما راح تنعرض للإعلام، مثل اليوم الفائز نبيل طارق سلمان ما أشوفه هيش الإعلام، أنا ما أعرف، يجوز مو نبيل طارق يجوز رعد فنر وأذبها بالصندوق. زين هذا ربما مو تلاعب بالنتائج، مو تلاعب بالانتخابات. زين اليوم الإعلام غير يكون متواجد، هذا حدث صار لنا 4 سنين ننتظره، محاكم وناس انسجنت وناس قامت تحرك سياسيين وناس ما أعرف إيش قامت تسوي وناس بالوزارة تشتغل. زين اليوم تجي أنت ما تخلي الإعلام يدخل، ده تدخل لك موقعين وصحفي صحفيين بحجة يعملون مع فلان أو مع فلان. يعني من راح نجي لقاعة الانتخاب ولا إعلامي راح نشاهد ولا زميل صحفي راح نشاهد؟ يعني أنا ما أعرف المن أخاطب، أخاطب التطبيعية ربما هم يعني مو يعني ما بقالكم 3 أيام، أخاطب الكابتن عدنان درجال أكيد ما راح يسمع الكابتن عدنان درجال لأن حاليا هو ملتهي بانتخابات البرلمانية وملتهي بانتخابات الاتحاد وما تعرف ربما باكر على يا كابتن عدنان درجال والله العظيم نحبك والله العظيم نتمنى أنه أنت تتواجد بمكان، بس مو هيجي. يعني أنت اليوم نجم أو رياضي وعندك سلطة، ما ممكن أنت تبعد الإعلام، ما ممكن تبعد الإعلام. ممكن تصير حالة وانت تعرف الوضع بالبلد، ممكن تصير مشكلة على الأقل ربما يصير خجل من الإعلام فعلا. أنظم
ارتب الاعلام، اوقفه بطريقه صحيحه، اطلع ابقي فقط المصور اللي تابع لمؤسسه او ل ل ل لموقع او لقناه. بس مال انت اليوم تجون وتمنعون الاعلام، زين شنو ذنب الاعلام؟ يجي من الساعه ب 11 لل 6 الصبح. والله دا ياخذ اول 10 دقائق ودا يشوف منو الفاز. وما نعرف احنا يعني بهاي الانتخابات ايش راح يصير؟ منو راح يصير بيها؟ ربما مثل الانتخابات السابقه، ربما راح تكون نزيهه، ما تعرف، لحد الان كل شيء ما نعرف احنا. اليوم يعني انا رسالتي الكابتن عدنان درجال بغض النظر عن تركك البقية الألعاب وعن تركك البقية من زملائك، اليوم أنت داخل بانتخابات، جمهور معك، إعلام معك، أكو بعض الرياضيين رغم أنه أنت تعاملك وياهم بطريقة ربما أنا ما أتدخل بيها هم معك، بس مو هيك أخبار أنه ضغوط على وزارات من أجل إعطاء التصويت لأنديتهم للكابتن وأعضاء الهيئة العامة وغيرها. بس هاي إحنا ما نتحدث بها لأن عيب، ما عندنا دليل، بس ربما أكو شخصيات دا تذهب وتقول صوتوا لفلان وصوتوا لفلان. اليوم اللي يفوز الله يوفقه، نريد ناس تعمل. والله العظيم أنا أتمنى يعني كوفند، أحمد الموسوي، طه زاخولي، هاي الشباب أتمناهم يفوزون، أتمنى هاي الشخصيات تفوز. والرئاسة يا هو اللي يأخذها الله يوفقه. نختلف مع كابتن شرار، نختلف مع غيره، مع علي جبار، لكن بالنهاية مصلحة البلد. فهاي رسالة الإعلام، هو الرسالة اللي يوصلها. أتمنى أنه يكون تواجد للإعلام. كابتن حمودي طلت عليك، حياك الله مرة أخرى. تحياتي لك. تحياتي كابتن. اليوم الشغل الشاغل الشارع الرياضي، حتى مو الانتخابات، كرة القدم، رياضاتكم وين؟ كرة اليد بها أبطال، بها أسماء، حتى منتخبكم بصراحة، حتى خل أكون واقع وياك، لعبتكم شبه ميتة، شنو السبب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السبب واضح والكل يعرف، بس المشكلة برؤساء الاتحادات والرياضيين نفسهم باقي الألعاب باستثناء كرة القدم، ما عندهم ذيك الجرأة أن يقولون وزير الشباب هو السبب. وزير الشباب الكابتن عدنان درجال كان سبب رئيسي بدمار باقي الألعاب. من استلم الوزارة لحد هذا اليوم اهتمام الشاغر كرة القدم، ما أنطى فرصة لأي اتحادات باقي. عندنا الألعاب الفردية، عندنا الألعاب الجماعية، كلهم أصحاب إنجازات. ليش كان موجود بالمويتاي بالبطولة؟ أستاذ نبيل، أنا ما يجيني، أنا ما أريد يجيني للبطولة، أنا أريد دعم مثل ما تدعم في منتخب العراق كرة القدم، أدعم باقي الألعاب. عندنا احنا كاتحاد اليد عندنا تصفيات كاس العالم راح تكون بالسعوديه للمنتخب الوطني للرجال، وعندنا تصفيات كاس العالم للناشئين. لحد هسه فلوس ماكو الاتحاد يسوي معسكر. كل مو بس كره اليد، كل الالعاب عندها استعداد، عندها استحقاقات قادمه، ماكو فلوس. الاتحادات تروح لوزاره الشباب تستلم الفلوس مالتها بالذل، ما يحترمون باقي الالعاب. انا شفت بعين الوزاره السابقه دعمتكم تواجد احمد رياض العبيدي. الدكتور احمد رياض صراحه امانه هي كان مرن متعاون مع الكل، دعم كثير من الاتحادات، كره اليد، كره السله، باقي الالعاب، الملاكم، كل الالعاب دعمها. بس دعمها لان فترته كانت محدوده، ما كانت عنده ذيك الفتره الطويله اللي يقدر. احنا مشكلتنا وين؟ باقي الالعاب ما عندنا بنى تحتية. أتحدى أي اتحاد يقول أنا عندي قاعة رياضية تصلح للتدريب مو للمباريات، للتدريب. ما عندنا من زمن جاسم محمد جعفر، العطان، الدكتور أحمد رياض، والكابتن عدنان درجال، ما حد فكر يبني لمجمع رياضي لباقي الألعاب. لا شنو يفكرون؟ يفكرون كرة القدم. مشكلتهم احنا أي وزير يجي اهتمامه يصب كرة القدم. مع العلم هي الشباب والرياضة، يعني الشباب قبل الرياضة. مشكلتنا وين؟ مشكلتنا بالوزير يحب الإعلام، الإعلام أكثر على كرة القدم، يتباهون أنهم مصاحبين لكرة القدم. والدليل واضح، أي مباريات حتى لو كانت تجريبية في أي دولة تلقي وزير الشباب، أي وزير من الوزارات ذكرتهم يكون متواجد أول واحد بهاي المباراة وتارك باقي الألعاب. زين أنت كعدنان درجال، كابتن عدنان درجال إنسان رياضي ومعروف، ادعم باقي الالعاب. انت من اجيت حتى المباراه التجريبيه يكون موجود وياهم، الدعم للانديه
كرة القدم، الاتحادات الفرعية زين، باقي الاتحادات. يعني هذا العراق كله رياضة فقط كرة قدم، مع احتراماتي لكرة القدم على عيني وعلى رأسي، بس اكو العاب اصحاب. اعطينا انجاز اتحاد القدم شنو؟ من 2007 لحد هسه شنو انجازاتنا؟ بس صرف اموال، صرف اموال على الخالد، صرف اموال ما عندنا. زين بزمن كابتن حكيم شاكر لا كانت عندنا شويه انجازات حلوه وفرحنا بها، بس اعطينا هسه ماكو اي انجاز، ماكو يذكر. زين انا جاي اصرف هاي المليارات، مو الملايين، المليارات على كره القدم، وين الانجاز؟ زين انت ابني لك، ابني لك قاعه واحده وخل كل الالعاب تتمرن بيها، بس ابني لك قاعه واحده رياضيه تذكر بيها، العالم تدعي لك. احنا عندنا ابطال جاء والله جاي يدربون بقاعات على حسابهم، لان ماكو قاعه. ليش ما تحطوا يعني ما تكلمتوا بالسابق كابتن؟ انا اكثر واحد اتكلم، بس مشكلتنا وين؟ مع الاسف رؤساء الاتحادات ما عندهم الجرأة الكافيه يتكلمون ويوزير، هذا ضعف خلل بيهم. وحتى اتحادكم اليوم لا تزعل مني شبه ميت. احنا اتحادنا لا، اتحادنا احنا منتهي، لان ما جاي يفكر بمصلحه اللعبه. بس انت اليوم مدرب منتخب، ربما ما تخاف انه تقول اتحادي منتهي؟ لا لا ما اخاف انا، ربما بعد ما تدرب منتخب. ما ادرب منتخب على هاي الظروف وعلى هاي اللي جاء الذل اللي جاي نشوفه من قبل وزاره الشباب والرياضه، لا ما اريد ادرب. وانا اصلا راح اترك الرياضه بسبب المسؤولين على الرياضه، حتى رئيس اللجنه الاولمبيه سبب رئيسي. زين احنا وين؟ تخاطب وزير الشباب ما يسمع، تخاطب رئيس اللجنه الاولمبيه ما يسمع، زين تخاطب من؟ حتى الدوله ما تجي تسمعك. زين الغوا باقي الالعاب وسووا وزاره الشباب، وزاره الشباب وزاره القدم، وانهوا الموضوع. ليش تصرفون فلوس على باقي الالعاب؟ انهوا باقي الالعاب، خلوا بس كره القدم، واحنا مستعدين، بس على شرط يحققون انجاز. انا مو اخلص فلوس وسفرات وما اعرف شنو وتاركين باقي الالعاب. جراح حقق انجاز، انطوا 5 ملايين. جراح انطوا 5 ملايين جريمة، حقق انجاز. يعني هسه انت اذا يسافر اللاعب، اذا فاز اللاعب، اذا سافر الطياره ما تتكلف ذاك الحساب. رحم الله والديك. والفندق صرف على نفسه والمعسكرات، هذا ايش قد ما ينطوه قليل بحقه. زين هسه انت لعبه لو فايزين على ايران ايش قد راح يكرمون المنتخب؟ قالهم على اساس كل لاعب 4000 دولار. يعني هذا البطل اولمبي يتكرم 5 ملايين، ولاعب يفوز مباراه واحده يتكرم 5 ملايين اكثر. مشكله، احنا مشكله ما اجانا قائد، مشكله بالنائب مثل بوزير الشباب والرياضه، لو مشكله بالقائمين على الرياضه ما يتحثون. كابتن حمودي المشكله بالجميع، ربما اليوم انا شفتك تتحدث، بس وين ابو السله؟ وين ابو الساحه وميدان؟ كلها تخاف على كراسيها، ما حد يقدر يقول لك انا ما اقدر احكي ويا وزير، انا خاف على يقول لك فلوس ماكو. لا فلوس موجوده، اللي يقول لك فلوس ماكو يقول لك مع احتراماتي لك انت اكبر كذاب، فلوس موجوده وعندنا خير من الله، بس يردون يذلوننا، يذلون بهاي الطريقه. انا بعيوني انا موظف بوزاره الشباب، واعلنها موظف بوزاره الشباب، واشوف من يروحون الاتحادات يلزمون السره، والله العظيم والله العظيم عبالك واقفين على فرن ما صمون. اتفق وياك، لكن ماكو اتحادات ربما فضائيه، اتحادات تروح بمعسكر تخلي اسم 20 وهم ما يحتاجون 8 او 10 استاذ كابتن. اكو. بس وين الرقابه؟ وين الرقابه؟ وين وزاره الشباب؟ قانون 140 فادر بقيه الالعاب، دمرها لبقيه الالعاب، سبب رئيسي بدمار الرياضه وقانون 141. ربما وقف نوعا من الفساد. ما قدر اوقف اي شيء. احنا ما نريد نحكي بالقلم العريض. سبب رئيسي هم. سبب رئيسي بهذا التدهور اللي صار والخروقات اللي صارت. مو كابتن اكو، مع احترامي لك، اكو كثير من الاتحادات بها فسادات، يعني يقول انا مسوي بطوله بالسماء وهو كذب. رايح مسوي له مباراتين وديه، وانت تعرف اني ما اتحدث بي، ما اقصد عنكم ولا اقصد عن السله، بس اكو اتحادات ربما حتى وهميه. صحيح انا وياك اتفق وياك، بس وين الرقابه؟ زين انت لعب قانون 140، قرار 140 اللي ما نخلوه، والاغلب يشيد به مو عنكم، عن الاتحادات الفاسده. انا اعرف هذا الشيء. المشكله وين؟ المشكله هم ال 140 هم سبب المشاكل، يعني ثق بالله احنا من مشكله خاب نحكي يقول لك احكي تحدث، هم سبب رئيسي. زين انا رحت كاتحاديات، رحت سويت بطوله بالبصره وهميه. زين انتم ال 140 وينكم؟ غير تدزون واحد يراقب، لو صرفون فلوسك ببلاش. الخلل بال 141 اللي شكلتها وزاره الشباب والرياضه. احنا مشكلتنا اليوم وزير الشباب. وزير الشباب ما انصف الاتحادات، انصف فقط كره القدم. وهذا من المعيب والمخجل على باقي الالعاب، يكون ساكتين لحد هسه.
أنا لو بيدور رئيس الاتحاد والله العظيم أطلع مظاهرات على أكبر واحد. أها. من هاي لعبتي. من أجل وحقي. لعبتك. لعبتي وحقي. لأن أنا ما جاي ألعب. زين رواتبكم يعني ماكو معسكر ماكو تجهيز أنت تقول عندي بطولة قريبة زين هاي شلون؟ والله العظيم صاد نبيل جاي يصرفون بالقطارة يعني يروحون أنا يجرحون يتوسلون يومي رايحين راجعين للوزارة ماكو هناك سمعنا. اتحادات الفرعيه كره القدم استلمت ورا يومين ثلاثه الانديه استلمت زين وانتو ماكو زين هسه عندنا منتخب الجاي عسكر بسليمانية صار له 10 ايام من جيب الامانه واحد يشيلوا عليه من رئيس الاتحاد دفع من جيبه راحوا معسكر 10 ايام يكون اليوم رجعون او باكر رجعون وما صرفت وزاره الشباب زين انت انطي الاتحادات فلوسها وراقبها دخوله في مجال الانتخابات بما انه اليوم انه تقول انه الكابتن عدنان درجال كوزير ربما ما دعم هاي ربما دخوله للانتخابات اتحاد الكره اخذ من وقته الكثير هو كابتن هو بالتاكيد اخذ من وقته هو اصلا اجى لكره القدم ما اجى لباقي الالعاب هو من اول يوم استلم وزاره الشباب اتجه لكره القدم وترى هم الباقي الالعاب اتحدى اذا يعرف لي رئيس الاتحاد او ثلاثه معقوله وأنا واثق من كلامي كابتن عدنان درجال ما يعرف رئيسين ثلاثة بالاتحادات البقية ما يعرف لأن ما ملتقي بيهم هو فكرة كله وشغلة كله كرة قدم حتى وزارة الشباب تجندت الاتحاد كرة القدم بس شنو صار بكرة القدم غير المنتخب انبنى ملعب افتتح ملعب يا حمودي شنو اللي صار ملاعب التنس اللي صارت وربما احنا ما نريد نتحدث حتى يقولون تسقيط ترى ملاعب التنس اخذوا كاميرات كقنوات وروحوا شوفوا ملاعب التنس ربما الارضية مالتها ورا شهرين ثلاثة انقلعت لان العمل بيها مو صحيح والمادة اللي جاي بيها مو صحيح والشخص اللي اشتغلها أخذ كومشينات عليها ربما وعمل بأقل كلفة بأقل كلفة واني مسؤول عن كلامي وربما الأغلب يعرفاني من أتحدث حتى دلائل عندي قاعات التنس اللي صارت أعتقد بملعب الشعب هاي القاعات روحوا شاهدوها هاي الساحات وشوفوا نوعيتها وشوفوا إمكانيتها وشوفوا مواصفاتها يا جمهورنا يا مهندسينا إذا على مواصفات عالية والدوم بعد سنة أنا حتى قضية أقبل الكابتن عدنان درجال يرفع علي وأنا متأكد من كلامي بس أنا ما أحب أتحدث بخصوص هاي الأمور حتى لا أنحسب على بقية الإعلام أو ربما الصحافة اللي تنتقد أبو حيدر بس أنا أنصح يعني أنا شاهدت ووصلتني ملفات بس ما أريد أتحدث بصراحة تخلص الانتخابات وهاي الأمور كلها أطلعها روحوا تابعوا ساحات التنس وشوفوها اللي بملعب الشعب وروحوا تأكدوا من نوعيتها ومن جودتها ومن صناعتها وشوفوا كم مرة تم تبديل الأرضية ولا زالت ما مفتوحة لا زالت ما مفتوحة وانصرف عليها أموال وحتى المبلغ اللي انصرف أعرف ايش قد أروح أتابع تصريح للأستاذ وليد الزيدي ومن بعدها أرجع أكمل حلقة وطن الانتخابات ما حد يقدر يقول يعني الانتخابات بها طرف يعني الطرف الأول هو وزير وده يستخدم المال الحكومي وده يستخدم السلطة وده يستخدم منصبه وهذا والطرف الثاني نجم واسم وإداري محنك وهم قدم ما قدم النادي الكام قدم ما قدم تحت بقت الصندوق وقناعة الهيئة العامة اللي هم 65 صوت هم اللي راح يحكمون من ومن يفوز نضرب له تعظيم سلام ونقول له مبروك عليك لكن خل يستسق الطرق الرسمية الطرق القانونية الطرق اللي ما بيها دغش مثل ما يقولون بالجلف بالعربي الله شاهد أني أي واحد يفوز أني معاه لكن بشرط يستخدم شنو وسيلة إقناع وبرنامج انتخابي وصل هيئة العام وخل هيئة العام صوت له لأن نريد صلاح كرة القدم العراقية التمس أكو ألم داخلك لأن أنت واحد من الشخصيات اللي دعمت الوزير وبقوة في وقت سابق. لا لا أنا ألم يعني النقطتين النقطة الأولى أنا حكيتها وزير الشباب الرياضة وقفنا وركضنا مو لأن وزير لأن عدنان درجال النجم وأنا كنت من المساهمين بعودته وما عرفته لكن تنكر
انه وللمشروع مالته. هاي نقطه. النقطه الثانيه، المي من نادي القوه الجويلين طلبنا منهم ترشيح ترشح للاتحاد، ايضا ما اعطوني، وبنفس الوقت خلوه فراغ نادي القوه الجويلين، بالمناسبه خلوه فراغ المقعد، يعني ما كان يضرهم لهم الطيري. انا لو مرشح واحد من اخواني من الهيئه الاداريه بنادي القوه الجويلين، اقول كاداره حقهم فضلوا عضو هيئه اداريه حالي على عضو هيئه عامه، لكن خلوه ترك، فهذا يحس بالنفس. انا 10 سنين نذرت عمري وكل جهدي وصحتي لنادي القوه الجويلين. لا تواصلت وطلبتها من السيد رئيس الاداره القادم، ووعدني لحين الساعات الاخيره، واعتذر مني وما قدرت اسوي. يعني مثل قبية كان اقدر مثل ما سوى الاخر اذهب النادي اخر واجيب من نادي اخر وبتاريخ قديم، يعني مثل قبية يصير تزوير يصير غيرها واروح اجيب من نادي ولا عرضوا عليهم. تماما. سؤال، وبصراحه ولد الزيد المحموده، صارت تدخلات سياسيه بهاي الانتخابات؟ يا من ما اتحاد انتخابات هاي اللي يوم الثلاثاء صارت فيها تدخلات سياسيه؟ هو وزير بحد ذاته سياسه تدخلت، لان الماده 5 من قانون من النظام الاساسي للاتحاد الدولي تسمح له بالترشيح، ولا لا الماده 19 من اخلاقيات الاتحاد ولا القوانين العراقيه. فلو ما تدخل سياسه ما كان من عام زمان ما خلوه يرشح كوزير. كوزير انا يعني مو ضد، يعني كمرشح بس كوزير ما يجوز اذا كان عدنان او غير عدنان. ماكو لحظة ترشيحها كوزير يعتبر خرق، وخرق كبير، واخذوها مني اذا مالت الكفة الى كابتن عدنان درجار راح تنحل الهيئة اللي تنتخب عن طريق محكمة الكاس بكل بساطة. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام، شكرا للاستاذ وليد الزيدي. ويوم امس انا ايضا استفسرت من هاي المعلومة، ربما اذا وزير الشباب والرياضة يبقى بمنصبه ويطب في انتخابات اخرى مثل اتحاد كرة القدم، قانونيا بالعراق ماكو اشكال، لكن دوليا ربما تعاد الانتخابات من الفيفا وليس من العراق دوليا. ويمكن حمودي انت كابتن تعرف هذا. نعم فعلا هذا الكلام. الاتحاد الدولي ما يسمح اي سياسه بالانتخابات. تمام، ارجع لك. معانا الاستاذ جمعه الثامر، حياك الله استاذ جمعه وشرفتنا. استاذ منفيق تحياتي لك وتحياتي لضيوفك الكابتن حمودي ناصر المختار حبيبي اللاعب الكبير رعد فنر ومحبتي للجميع. تحياتي لك. يعني انت ذكرت اللاعب الكبير، يعني هو اليوم مقام ابنك، شنو الجاي يصير بين رعد فنر والبيت مالته؟ ما نقول بيته الثاني، يعني ما اقدر اني اقول مثل نادي النفط، لان هو 6 سنين، يعني هم شخص لو طفل اذا تربيه بعد ما تقدر تفارقه. لا هي اكيد، شوف كرة القدم يعني بها كل الاشياء، لكن هي ما وصلنا لمرحلة الخلافة والتقاطعات، هي مجرد يعني اختلافات لا اكثر ولا اقل، لكن يبقى هو اللي فوق كل العلاقات المهنية بالعمل، اكو عقد واكو ضوابط واكو شروط، يعني سواء بين اللاعب وبين النادي. تمام. اتصور هي اللي تسري وهي تمشي الامور الفنية بعيدا عن الجوانب الشخصية، الجوانب الشخصية ممكن انا اقدم لك كل الاشياء بجانب شخصي وعلاقاتي، بس بالعمل لا، انا التزم وياك بضوابط ومواثيق. يعني رعد ما زال متعاقد مع النادي، هذا شيء واقع حال، يعني هو عقده وسار المفعول يعني. تمام. بناء على طلب قدمه رعد الاداره انه هو مصاب وهذه الفتره ما يستطيع ان يستمر مع النادي يعني في الفتره الحاليه، الا ان يتاهل ويكون له حديث اخر. هذا يمكن الطلب مقدم بيوم 10/8 قدم الكابتن رعد فنر الى النادي. فبالتالي احنا تعرف مدربك هو ومساعدي مدربك وجهاز فني، يعني رعد لاعب مهم، فلازم ان يكون هناك بديل عن رعد فنر. المدرب ما راح ينتظر انه مرحله استشفاء تطول يمكن شهرين ثلاثه. تمام. فلا بد ان يكون هناك بدائل عن رعد فنر يعني بالخط الخلفي. هذا اللي صار، يعني الحديث الثاني اللي سمعته واللي متاكد من عنده. رعد بعدين اجى انه راح ينتقل لغير نادي، وهذا من حقه يعني كلاعب يغير ويشوف النادي يعني في ظرف انه يمكن نادي افضل او نادي ممكن يرتاح به نفسيا، لكن يبقى رعد مرتبط بنادي النفط بوثائق وعقود يعني. فبالتالي اي لاعب ما ممكن يعني يتنصل من العقود المرتبط بها ويقول والله لو بلعب هنا وبات بلعب هنا. تعرف انه كل الانديه بالتاكيد كابتن بالتاكيد، بس يقول انا مرتين كابتن جمعه عن اذنك يقول مرتين اني نعم. اطرقت بابهم وما قدروني وما احترموني، اخر شيء يعني ربما يقول لي انه انا انطيك راتب من مبلغ كبير اطلبه، انطيك راتب 4 ملايين. والله استاذ نبيل خلينا داخل. ايه لا شوف هو يعني انا سمعت شيئين، يعني اما هو الاربع ملايين راتب هذا تقييم، تعرف ليش؟ يعني هو ما له علاقه انه صح اسمه وكذا،
يعني مرات اللاعب المصاب يعني هسه اللاعبين في لاعبين دول اوروبا لاعبين يختلف مستواه ينزل مستواه ينزل عقده اكيد ينزل عقده يعني فقيمه اللاعب مرتفعه او منخفضه حسب مستواه هذا تقييم الجانب الفني ماني ما اتدخل فيه لكن الجانب الاخر انه رعد يريد يغير الى نادي اخر فيا ريت يعني يجي النادي الاخر يتفاوض وياهم ليش يعني حقوقك يا رعد يا كابتن رعد وبطاقتك هي عند نادي النفط فبالتالي اي نادي يريد يتفاوض وياك هو لابد ان يروح النادي النفط يعني انت مو حر مو لاعب حر احنا نعرفها في كره القدم اللاعب الحر الى حق الانتقال لاي نادي تمام كابتن جمعه كابتن رعد يريد يتداخل معك تفضل كابتن رعد حبيبي حبيبي استاذ ابو علي السلام عليكم حبيبي كابتن الله يسلمك الله يخليك ابو علي انت عزيز علي وغالي علي حيل انت اخويا حبيبي الله يسلمك الله يسلمك ابو علي انا موضوعي منتهي يعني حتى لو يعني وياكم ما ابقى يعني كابتن باسم قاسم كمل الفريق واني خارج نعم. ويا اللاعبين اللي ما تبقوا 6 7 8 لاعبين مشيت استغناءاتهم يعني مثل مرور الكلام يعني طبيعيه ليش انا الوحيد اللي تشلى بالاستغناء مالي وثاني شيء مرتين اجيت عليهم اني ما قاعد وياهم وما قايل لهم اني جايب لكم فريق ولا قايل لهم بالجو عن الحديث استغناء غير فريق ما قايل لهم هذا الموضوع نهائيا بس حبيت اصحح هذه كلمه اللي قلتها لا الله. انا كل ما بالموضوع انا جيتهم على مستحقاتي استغناهم اذا ما يريدون ينطونه استغناء بقويهم انا رجال اطلب فلوس واطلب 50% لان القانون كله وياي والحمد لله وش كان رجال ما جاي اتملق ولا جاي اقول شيء هذا فريق النفط يبقى فريق محترم فريق صاحب فضل على رعد فنر كابتن رعد انت ما ممكن تلعب باي نادي اخر اذا ما تاخذ استغناء نادي النفط هذا امر واقع صحيح اي طبعا هو استغناء انا اصلا ما اقدر العب اذا ما اخذ استغناء من عندهم بس البطاقه فانت استغنائك هو الاداره هم تقول لك انا حقي على رعد لاعب عندي وما زال عقدي عنده انا استثمره يعني ما ممكن انا افرط بلاعب مهم او لاعب منتخب وطني من خلالي بشيء بسيط جدا كابتن جمعه هسه انا ما احب يعني بصراحه انا اتمنى دائما اكون طرف خير بالموضوع شنو الممكن شنو الممكن يكون بين رعد وبينكم ربما يعني ممكن اكو جلسه يعني هو حتى من كلامه محترق قلبه يقول انا هذا النادي اللي لعبت به مثلته مو بهالطريقه يتعاملون وياي لا احنا من نوصل لهي التقاطعات تحس بنفسنا بصراحه لانه يعني كلهم ابنائنا وكلهم اصدقائنا وكلنا وشربنا وعشره عمر اما انت تقول لي انت شلون تنحل فتصور انت كابتن نبيل على اتصال دائم مع الكابتن مشتاق تمام يمكن دائما فممكن انت باتصالاتك اذا وصلت الحلول يا ريت انا وصلت الحل واحد حتى اكون صادق معك كاب استاذ وصلت الحل نعم. اللي هو اذا رعد فنر يريد استغناء يتنازل عن جميع مستحقاته غير كلام قال لي ما عندي وهذا رعد فنر هي انت قدامك وانت بالجو والله ابو علي يعني هسه تبقى حاله الامور استاذ ابو علي استاذ ابو علي استاذ ابو علي استاذ ابو علي بس اسمح لي دقيقه حبيبي كابتن ترى بالله الكريم ترى حتى الله ما قالها رب العالمين عز وجل اللي خلق الكون بست ايام ما قال هذا الشيء يعني انا اطلب مبلغ واطلب حتى ال 50% اللي تنازلنا عليهم يعني اذا من تجمعهن يعبرون بفوق ال 100 يعني شنو يقول انطيك 4 ملايين يعني هذا منطق هذا انت ضميرك يرضاها هسه استغناني ما اريد انطيني حقي انطيني فلوسي كلنا اطلبك اياهن اذا انت ايش مكلب الا بطاقه انا بطلت ما العب من قناتكم المقاله خلاص انا بعد ما العب يتحمل خطاتي مشتاق ويتحمل خطات عائلتي مشتاق هذه مو كره قدم ولا هذا احتراف ما يصير هيك يا ابو علي ابو علي انا احترمك وعزك وغالي علي انت حلو وقبل 4 ايام كنت احكي وياك انت تعرفني انت ابن يعني ما يصير يعني كابتن احنا ندق عليه 3 مرات ما يجاوبني على شنو يابا شنو سويناه حتى يقلب وجهي علينا ما تريدني انا هم ما اريدك اعطيني حقه وخلاص لا احنا من توصل هالمفردات رعد احنا لا ابو علي ابو علي ابو علي ابو علي انت كلكم تسمعني بس معني خلينا احنا كنا اكبر من هاي الاشياء احنا لعبت فتره وقضيت وكلت سول فكل نادي وكل طروحات اكبر من هذه المفردات ما ممكن نوصل لتقاطعات وخلافات ونستخدم مفردات احنا ما استخدمناها بيوم من الايام لا انت ولا كابتن مشتاق كلكم رفيعين المستوى واخلاقكم عالي لكن انا ارجع واقول لك انت بعيد عن كل الجوانب انت لاعب محترف انت لازم اصبحت على عقليه احترافيه وعلى وعرفت شلون لعبت ووصلت هالمراحل وبجهدك وبجهد النادي لكن انت ايضا لازم عندك عقد وتحترمه والنادي معاه عقد وياك ويحترمك
فانتم على ضوء بنود العقد تمشون. انت لحد الان انا باللي افهمه انت لحد الان لاعب غير حر، انت لو كنت لاعب حر ممكن تدير وجهك وتوقع مع اي نادي. انت الان بطاقتك الرسميه مع نادي النبط، شلون تنحل هذه بينك وبين اداره نادي النبط؟ يا اما بالمفاوضات والوصول الى حلول وسطى، يا اما تطبق قرار. كابتن انا ما اريد اتدخل بس بالمفاوضات هو يطلب مبلغ الاربع ملايين، يعني هاي شنو مثل راتب مستمر الحين ما يوصل للمبلغ اللي يتفاوضون عليه؟ هاي قدر الامكانيه يعني بصراحه انا لا اعرفه انه هو من 70 الى 80 مليون او اقل، صح؟ اكثر والله أكثر زين همي. 80 مليون او 75 استاذ جمعه، اخذ منها 4 ملايين من اجل بطاقه استغناء يعني زين صح. هذا الانصاف انا استغرب عليه. اداره النفط من اكثر الادارات اللي انا جدا احترمها ولها مواقف مع الجميع محترمه، فما ممكن انه انا حتى اداره النفط شوف استاذ نبيل تخوف قريب على الاحداث ودائما اتحاد الكره وتعرف تمام شكاوى اللاعبين، يمكن احنا يكاد احنا النادي الوحيد بالدوري المحلي العراقي ما عندنا شكوى من اي لاعب على النادي، ما ابدا ابدا يعني ماكو لاعب انتهى معقده او كذا ومدام ما اخذ حقوقه كامله يعني مستحيل هذا زين يعني حتى انهي شنو الممكن يصير من خلال مداخلتك؟ والله انا يعني قلت لك نقلت لك كل ما يدور كناطق رسمي للنادي، اما امر ان التفاوض والتقارب ممكن ان يكون لكن ما اعرف انا وين يوصل كابتن رعد وكابتن مشتاق وحتى انت ذاتي تتدخل في اصور علاقتك كابتن مشتاق. انت اليوم طلبت مداخله، المداخله غير اكو بيها حل لو فقط تنقل وجهه نظر، اذا وجهه نظر فاني اني اني اعرف انه الكابتن مشتاق قال بطاقه الاستغناء امام التنازل عن مستحقاته. نعم هذا انا هم اللي اقول لك بيهم يعني كابتن رعد اذا يريد ياخذ حريته فعليه ان يتنازل عن مستحقاته حسب النادي وحسب اللوائح والعقود تمام تمام ايه. انا جدا اشكرك استاذ حبيبي كابتن تحياتي لك كابتن. اكيد سمعت وامام الملأ انه نادي النفط يقول اذا رعد يريد مستحقاته اذا يريد استغناءه يتنازل عن مستحقاته. لا انا حطلع ال 50% اللي هي ما موجوده اصلا بالاتحاد صح لو لا؟ هاي بين النادي واللاعب، انا لا وقعت اتنازل على 50% ولا شيء، هم ذني حطلعهن اذا هيك التعامل مال الكابتن المشتاق عدا الاداره. انت متنازل عنهن؟ انا ما على شنو متنازل عنهن؟ متنازل عن ال 50؟ لا ما متنازل عنهن ولا موقع عنهن اصلا، هم قرارات اتخذوه واحنا واقفين، لا وقعنا لا القرار اللي اتخذ يا استاذ غير اكو يعني مثل لاعب يوقع عنا يعني انت همين اليد يعني بيها هيك كابتن حمودي موافقه الطرف الثاني يعني اللاعب مو لازم يوقع يبصم ما وقعنا ولا تنازلنا على شيء ظروف ومرت وهذا بالقانون انا لازم اطلع رايك كابتن انت اليوم ايضا مدرب وعندك لاعبين وتحدث هاي المشاكل الان بالنسبه لي موضوع ما اقدر اتدخل فيه لان الطرف كمدرب ولاعب انت اليوم همين اكو لاعبين هو لازم يصير جلسه تفاوض بيناتهم، لازم تدخل ناس غيرين، المهم يعني ما لا النادي يغضون حقه ولا اللاعب يغضون حقه، الكابتن حيدر له حقوق عند النادي. تمام. وواجب النادي يعطيه حقوقه. وذيك الساعه انا سلمه حقوقه، وذيك الساعه اقعد اتفاوض وياه، لو ابقي بالنادي لو يعني حتى لو ياخذ قسم من عقده او يصير يعني يصير تفاوض بيناتهم، لازم يقعدون، اذا تبقى كابتن رعد قاعد وكابتن شوقه ومشتاق جهه ما يتقون فما راح يصير اي مش اي 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 حد فلازم يقعدون الطرفين لحل هذا الموضوع ولازم ناس خيرين مؤثرين يقعدون انا ما يكون قدام الملأ لين ينغبون اللاعب ولا النادي كرة القدم اصبحت رياضة الملايين والدنانير ورياضتكم اليوم تتحصرون على 20 وال 30 وال 40 مليون حتى تروحون تحققون انجاز وين هذه ال 20 مليون؟ عندي شغله جدا مهمه احنا هسه الدور مالتنا وحتى دور الطائره وين نلعب الدور مالتنا اتوقع من المعيب مع احتراماتي كردستان تحياتنا لهم متفضلين علينا التجمعات مالتنا الدور المرحلتين يصير بكردستان لان ما عندنا قاعه رياضيه نلعب دور بها عندنا قاعه ارينا بوزاره الشباب والرياضه من زمن الوزير السابق جاسم محمد جعفر الى الكابتن عدنان درجاله ما كملت
وبقيه القاعات وملاعب تنس وغير مقاولات يعني تكمل. الملاعب الخماس اللي انبنت عموم العراق يمكن ابني لفد 20 الف مجمع للالعاب الباقيه. رسالتك يا حمودي. رسالتي ما اوجهها لا وزير ولا رئيس الاولمبيه، رسالتي للحكومه العراقيه من تعينون وزير خلي يكون منصف مع الجميع. هو بعد جابوا لكم وزير رياضي، بعد شو يجيبوا لكم؟ هاي الحزبيه جاي وزير مو رياضي. جانا وزير رياضي بعد شو تريدون؟ نقدر، بس المشكله طامه الكبرى وزير رياضي المفروض هو يعني عنده رؤيه كامله لكل الالعاب. والكابتن عدنان موجود بقطر ويعرف شنو المنشات الرياضيه اللي بقطر. المفروض بالكابتن عدنان هو يسعى يبني بكل محافظه، اسوي لي مدينه رياضيه، ابني لي بها قاعتين، ثلاث قاعات، قاعتين سله ويد وطائره وقاعه للفنون القتاليه. زين احنا عندنا ابطال بالساحه وميدان، ما عندنا مضمار مال ساحه وميدان، ما عندنا ملعب بحظ. لو يجون يدربون بنادي الكرخ، لو يروحون يدربون بالجادريه، من المعيب. تمام. احنا بلد الخيار. احنا المفروض هسه ما نحكي بالبنى التحتيه. المفروض نعبر هذا الشيء. بس بعد البوق وين يروح؟ انا اشكرك جدا. كابتن رعد، رسالتك الاخيره باختصار. طبعا. المن. انا اول شيء اريد وقفتك وياي، انت انسان طيب ومحترم. اشكرك، انا من واجبي اوقف معاك ومع اي شخص كابتن. وانا اتمنى ان شاء الله الوزير النفط ورئيس النادي يحلون شغلتي. انا طبعا طالب هذول. يعني هاي رساله اللي وزير رسالة وزاره النفط ورئيس النادي. طبعا يعني. والشكوى عندي باتحاد، يعني لجنه التطبيع عن قريب تدز عليه حتى اشوف رزقي، اما اشوف الامور شلون تصير اذا الله سهل وراد. طموحك ترجع للمنتخب لو هذا ربما الموضوع اثر على هالكلام هذا؟ حتى نفسيا يعني الحمد لله على كل شيء، الله موجود والناس الطيبين موجودين ان شاء الله. انا اول شيء ما جاي اتبلى ولا جاي اشحد من احد، انا تعبي تمام. وبرجلي هذا رزقي. وانا هم اقول لك نادي النفط ابو شوقي ومشتاق والله على الراس، والله انا اشوف بهم غير صوره، والله يسعد غير مبين. صوره بس يعني ما اعرف والله العظيم، اصلا نادي النفط كله اسامه جاي احكي وياك أنا بالي هناك، بس من تشوف انه عزلوك بعد انت شو تسوي؟ ما يصير تلحقه. تمام. لازم تبتعد حتى تظل دائما بقيمتك واحترامك. تمام. هم رادوا هذا الشيء وانا لازم ابتعد هذا الشيء. تمام. الله يوفقهم ان شاء الله. وانا الاداره صاحبين فضل يعني بدل الله سبحانه وتعالى، هم صاحبين تشيل الرعد فنر وكلهم ما عندي شيء وياهم، بس مساله انا اريد رزقي وشغله الاستغناء اشوف شلون اللي يحلونها ان شاء الله. توفيق من رب العالمين اذا الله سهل. تمام. مشاهدينا الكرام، هذا ما يسمح به وقت البرنامج. شكر لضيوفنا اللي تواجدوا بحلقه اليوم، وشكر موصول للاخوه بالكنترول والمخرج طارق حيدر وكل الاخوه العاملين خلف الكواليس، المصورين والمصور سجاد والمعد الحبيب والصديق سجاد ومير العقيلي. واتمنى انه تكون حلقتنا قد ربما وضحنا بها بعض الأمور، ليس لتسقيط وليس لغايات، احنا نتحدث ما نشاهده ما نسمعه ما يصلنا. حلقة الغد راح تكون حلقة خاصة مع شخصية ربما صار عليها جدل كثير وإعلامي بالتحديد. يوم غد انتظرونا بحلقة خاصة مع إعلامي رياضي. إلى اللقاء.